مرحبا بكم خياتي في هذا الفيديو جديدة اللي راح نحضروا فيها تريدة بمرق أبيض، طبق تقليدي جزائري على طريقتي مع بعض النصائح حتى ينجحوا فيها المبتدئات. في أول مرحلة راح نحضر المرق تاعي. هنا عندي قدرة حطيت فيها نصف ملعقة كبيرة سمن مع ملعقتين كبار من الزيت النباتي وقطع الدجاج، ضفت عليهم حبة بصل تكون بسكرتجة أو مرحية مع زوج فصوص تاع الثوم اللي يكونوا صغار. وكما تعرفوا خياتي كاين ناس بزاف طيب تريدة غير بالبصل، لكن أنا بصراحة ما قدرش نتخلى عن الثوم. ونضيف أيضا الحميصة تاعي اللي كنت شمختها من قبل ليلة كاملة. ونضيف ملعقة صغيرة مملوءة ملح. والتوابل اللي نعملهم في التريدة هما فلفل أسود، ونعمل أيضا رأس الحانوت. وهنا البنات أنا تعمدت باش نوريلكم هذه الماركة أو النوعية تاع التوابل ريفر المتواجدة في الأسواق، لأنه بزاف بصراحة أعجبتني وصدقوني ريحتهم تفوح قبل ما نفتح العلبة. راح نعمل ملعقة صغيرة فلفل أسود ونصف ملعقة رأس الحانوت، ورح ندي القدرة تاعي فوق نار تكون متوسطة ونخلي الكل يتقلى جيدا. وهنا اللي تكون الحميصة تاعها مشمخة لازم تقليها جيدا مع البصل هكذا باش تطيب لنا بكل سهولة، واللي تكون الحميصة تاعها طايبة ترميها غير في الاخر. وكل شوية نتفقد القدرة تاعي هكذا حتى يتقلى البصل تاعي جيدا ويتكرمل كما راكم تشوفوا. والان راح نضيف نصف كاس ماء يكون سخون ونزيد نخلي القدره تاعي تتقلى جيدا. وبعد ما يكون تقلى الكل مع بعض الان راح نمرق عادي، ودائما تمرقوا بالماء سخون. نمرق حتى يتغطى الدجاج تاعي، ونديروا حسابنا باللي راح نزيدوا نسقوا التريده بالمرق ونغطي على القدرة تاعي ونخليها تطيب على خاطرها. ونمر هنايا للحم المفروم، راح نضيف عليه حوالي ملعقة كبيرة من البصل اللي يكون مسكرفج أو مرحي، ونزيد أيضا القليل من البيض، ونكهوه برشة من فلفل أسود ورشة من رأس الحانوت، وما نساوش الملح. نخلط الكل مع بعض ونعمل كرات يكونوا متوسطين الحجم، ونرمي كرة اللحم في المرق وبلا ما نحركوه نغطيو عليه ونخليوه يطيب على نار متوسطة. ونمرو نفورو تريدة. انا هذه هي النوعية او الماركة اللي استعملتها دارنا. هنا البنات كي تشرو تريدة دائما خيروا النوعية اللي تكون شفافة وتكون خفيفة. راح نستعمل هذه العلبة اللي فيها 400 غرام، يعني كافية لشخصين حتى لثلاثة. وهنا يا خياتي وخصوصا المبتدئات راح نقول لكم على اهم خطوه في التريده هي الزيت. يعني هنا لازم تعملوا 4 مغارف كبار يكونوا مملوئين مليح زيت نباتي، وتحاولوا انكم تغلفوا كامل الحبه تاعكم بالزيت النباتي بهذه الطريقه، لانه هذه اهم خطوه باش ما تعجن لكمش التريده. تريدة تاعي في الكسكاس ونديها للقدرة ونخليها تفور مدة 6 دقائق. والمعجنات تاعكم دائما باش يجيوكم بنان، من الأحسن أنكم تفوروهم في القدرة اللي طيب فيها المرق تاعها. ودائما خياتي ردوا بالكم من الكسكاس تاعكم يكون يعني يغطس في المرق، راح هذاك المرق يطلع للتريدة ويخليها تعجن. بعد ما فارت الفورة الأولى راح نحيها، وهي سخونة راح نسقيها بحوالي نصف كأس من الماء يكون بارد، يعني يكون ملحنة فيها عادي. ونضيف أيضا ملعقة صغيرة من الزبدة، نستنى عليها شوية حتى تتشرب هذاك الماء، ونبدأ نعملها هذه الخطوة بيدية بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا هكذا، باش ما نخليوش هذاك الماء تاعنا يهبط من تحت يعني ومن فوق التريدة ما تتشربش. ونخليها حتى تشرب كامل هذاك الماء، ونزيد نديها تفور للمرة الثانية، وتانيك نخليها 6 دقائق. وبعد ما فارت المرة الثانية راح نحيها، وهنا راح نسقيها بالمرق تاعها دائما بكميات قليله، يعني ما تكثرولهاش المرق بزاف،
ونخليها تزيد تتشرب هذاك المرق ونفورها الفوره الثالثه. وراح نحي هنايا الدجاج وهذوك الكرات تاع اللحم بعد ما طابوا اكيد، ونزيد نكمل نفورها الفوره الثالثه بنفس الطريقه، يعني تريدا انا نفورها ثلاث فورات كما لاحظتوا. وبعد ما فارت راح نحي الكسكاس تاعي نجبدو بجيه ونرجع للمرق تاعي راح نصفيه. هنا نحاول اني ما نهبطش الحميصه هي الاولى، يعني باش نهبط هذاك البصل، وبعدها راح نرمي البصل اللي نحيته ونزيد نهبط الحميصه بهذا الشكل. ونرد نفس القدره فوق النار وراح نفرغ فيها تريدا بهذا الشكل مع ملعقه صغيره ايضا زبده، وراح نبدا نضيف عليها المرق تاعي. هاوليكم كيف هيكون القوام تاعو. هنا تكون النار قليله، نضيفوا عليها المرق بكميات قليله يعني ما تكتروش بزاف، ونخلطها وراح نغطيها ونخليها حوالي دقيقتين ونطفي عليها النار. وهنا تاني خياتي اهم خطوه انكم ما تكترولهاش تخلط بزاف، يعني تخلطوها غير خطره وتخلوها، لانه اذا كثرتوا لها التخلاط راح تتعجن. هاوليكم شكلها كيفاش راح يكون بعد ما طفيت عليها النار. وقدمتها هنايا مع الدجاج تاعي بعد ما حمرته هذوك الكرات تاع اللحم والبيض المسلوق واكيد الحميصه. ان شاء الله خياتي يعجبكم الطبق تاع اليوم، وشهيتكم في الجنه. اسقاس ام قاس وسلام.